بمجرد فتح الفيسبوك، الإنستغرام ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي تصطدم بهذه الأخبار. افطر رمضان بسبب كورونا. الفيروس القاتل يعلق صلاة التراويح في المساجد الجزائرية. إنها حمى كورونا. تخلق فوضى من الفتاوي والإشاعات المتعلقة برمضان وصلاة التراويح، لكن المجلس الإسلامي الأعلى يحذر. هذه ممارسات غير مسؤولة، سمحي لي نقول بأنها غير مسؤولة. وهؤلاء الناس الذين يفتون للناس من وراء حجاب، ما هي عقيدتهم؟ ما هي معلوماتهم؟ ما هي نواياهم؟ ماذا يقصدون بهذه الفتاوى التي يصدرونها يعني في مواقع مجهولة؟ يعني الذين يتحلقون ويتكلمون في الدين وهم والدين منهم بريء. كان الإنسان باش يتكلم في الدين لازم يكون إنسان معروف. هذه الأيام المباركة التي نعيشها قبل رمضان ارتفعت فيها أسهم الإشاعات. صفحات فيسبوكية تنشر فتاوي هنا وهناك من مصادر مجهولة، غرضها التشويش وزرع القلق في نفوس الجزائريين. لا ينبغي أن نأخذ يعني أمور ديننا من يعني من القضاءات. فالناس الذين يعني تبثوا هذه القنوات وهذه المواقع المشبوهة في أنفسهم شكا وريبة، يمكنهم أن يتوجهوا إلى هيئة الفتوى في وزارة الشؤون الدينية إذا كانوا يريدون الوزارة نفسها، أو هيئة الفتوى والمجلس العلمي في ولايتهم. نشر الفتنة هو ما تهدف إليه بعض الصفحات الفيسبوكية التي تروج إلى فرضية تعليق صيام رمضان وصلاة التراويح بالجزائر بسبب جائحة كورونا. لكن الجزائريون واعون لكل ما يحاك ضدهم أو يمس من عقيدتهم.